بيكم من جديد، وعايزين نتكلم النهاردة عن خشونة الركبة، الإصابة بأمراض المفاصل والعظام، واللي من أشهرها وأكثرها انتشارا هي الخشونة، خشونة الركبة اللي تقريبا ما فيش بيت إلا وفي شخص بيعاني منها. كان من الطبيعي أننا نشوفها مثلا في السن الكبير أو مع تقدم العمر، لكن دلوقتي بنشوف مثلا نسمع شباب كتير جدا يقولك وأنا بصلي بيحصل عندي طقطقة، بيحصل ألم شديد مثلا وأنا بطلع السلم، بسمع ترقعة في المفاصل على طول. في غيرها كمان من الأعراض اللي عايزين نتعرف عليها النهاردة أكتر مع ضيفنا دكتور حازم الحداد، استشاري جراحات العظام وإصابات الملاعب، دكتوراه جراحات العظام والكتف، وزميل جامعة فرايبورغ ألمانيا، وعميد كلية طب الأناضول الأسبق، وعضو مدرسة ليون الفرنسية لجراحات الركبة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. عايزة أتكلم معاك عن خشونة الركبة، لأن للأسف ما بقيتش بشوف حد حتى في السن الصغير جدا إلا وعنده خشونة الركبة. أنا عايزة أعرف من حضرتك أسبابها، وفي أعمار مختلفة أسبابها إيه؟ بصي، يعني طبعا كلمة الخشونة دي توبك برضو كبير قوي. يعني خلينا نقسمه. يعني ايه توبك كبير؟ يعني موضوع كبير. يعني أيوة انا عايز افهم يعني ليه قلت كده؟ لان هو يعني بيبدا له اسباب كتير، منها طبعا السبب الرئيسي بتاعها والحاجة اللي احنا بنشوفها في كل بيوتنا وكل العيادات عندنا، اللي هو حاجة بتحصل مع السن. يعني دي حاجة فيسيولوجي الطبيعي بتاع الانسان، ان هو بيبدا المفصل يبدا يحصل فيه خشونة مع تقدم السن. ده الكومن، ده المشهور ده المفروض والمنتشر. يحصل طبيعي علشان بيقلل الساينوفيال فلويد، يعني بيقلل السائل اللي في الركبه، بيحصل الخلايا بتاعه الغضروف نفسه بتبدا يحصل لها تتاكل والكلام ده، فبيحصل طبعا خشونه الركبه. بس في نقطه بقى مهمه الحقيقه انا عايز اقولها، فكره التفرقه، الوجع بتاع الركبه هل ده خشونه، وخصوصا في الشباب زي ما حضرتك قلتي دلوقتي، هل ده خشونه ولا اوفرلود، يعني حمل زايد او احتكاك زايد. الاحتكاك الزايد والحمل الزايد بيؤدي للخشونه، بس وده اللي موجود عند معظم الشباب او شباب السن. يعني ايه حمل زايد واحتكاك زايد؟ يعني اللود اللي بيتعمل او المجهود اللي بيتعمل على الركبه اكتر من طاقه ركبه او اكتر من كفائتها. الحمل ده ممكن يكون مجهود او ممكن يكون وزن مثلا، فده بيبقى ما وصلش لمرحله الخشونه او ما وصلش لمرض الخشونه، ولكن لو فضل على الطريقه دي. يعني الشباب اللي بتلعب وبتشيل اوزان عاليه جدا، صح؟ بالظبط كده، بتلعب جيم وكده، بيلعب جيم بطريقه مش محسوبه، او ما بيقويش العضلات بشكل كفايه عشان تبقى بتساعد مع المفاصل انها تشيل حمل الوزن اللي هو بيشيله، فبالتالي ده ايفورت مش محسوب. في الرياضات بشكل عام يعني بتحط المفاصل في ضغوط عاليه او ستريسز عاليه اكتر من اللي المفروض تبقى فيه. بتلعب رياضه ولكن انت بتضر المفصل بشكل ما. خليني اقول لك مفاجاه الحقيقه، وخصوصا الناس بقى اللي بتلعب جيم، طالما جبنا سيره الجيم في القصه، الحاجات السكوات واللونجز والستيبنج دي حاجات فيري كومن في كل الجيم. بكرهها والله العظيم، بقول انها وحشه، قول انها مش حلوه. هي اسوء حاجه ممكن تعمليها المفصل الركبه الحقيقه بجد. هي بتعمل ماسل بالك مهم قوي. لا تاني عادها تاني، انا بكرهها اساسا يعني. هي طبعا بتجيب نتيجه، بتعمل ماسل بالك كويس، السكوات واللونج والستيبنج اللي هي القرفصه والسلالم، لانك يعني كل حملك بتنزله على الركبه في نفس الدقيقه وتطلعه، طبعا ده اكيد صح؟ مظبوط، يعني هو دي الفكره. بيجيب النتيجه اللي هم عايزينها في الجيم، الجيمناستكس بيجيب النتيجه بتاعت الماسل بالك، ولكن بيضر الركبه بشكل كبير لانه بيحطها في ستريسز عاليه جدا اكتر من المفروض انها تبقى عليه، وده بيؤدي زي ما قلنا من شويه للاحتكاك بقى الزايد اللي بيعمل وجع في الركبه. لو فضلت القصه دي متكرره بشكل على مدى زمني طويل بتبدا تخش في سكه الخشونه. طب بما اننا اتكلمنا على الجيم برضو، نستفيد بقى من حضرتك في حته كمان الاجهزه نفسها بتاعه الجيم نفسها المختلفه اللي هي بتاعه الركبه مثلا او غيرها، دي اوكي ولا برضو فيها مشاكل؟ يعني كل جهاز لو استخدم بالطريقه الصحيحه بتاعته هيوصل للنتيجه بتاعه المسل بالك كويس، وفي نفس الوقت ما يضرش المفصل، انما الاستخدام الخاطئ هو ده اللي بيعمل مشكله. افهم من حضرتك لما قلت لي اللود الكبير او العالي على المفصل، لو كان الوزن كبير يبقى علاجه ان الوزن يقل، ولو كان بيلعب رياضه مثلا خطا يلعب الرياضه صح، في حاجه تانية بالطريقه المظبوطه او بالتاهيل المظبوط.
يعني بالتأهيل التأهيل بتاع الرياضة يأهل الرياضة. كل رياضة ليها تأهيل بتاعها، ما فيش حد بينزل يلعب الرياضة الفلانية ينزل يلعبها زي ما هي كده، ليها طريقة تدرج في الأحمال وتأهيل معين لازم يتعمل بشكل كويس علشان يحقق التارجت من الرياضة اللي بيلعبها من غير ما يضر جسمه. هنرجع تاني لنقطة مهمة جدا، أكيد حضرتك سمعت عن الحقن اللطيفة قوي اللي بيروحوا ياخدوها في عيادات، معرفش عيادات ايه بالظبط، انه يروح ياخد حقنة في المفصل ويرجع ياخدها مرة واثنين وثلاثة لغاية ما بعد كده بيقول لي انا مش قادر ان انا اتحرك وركبتي خلاص ده عايز اغير ركبة. بصي، هو طبعا الحقن في الركبة او حقن المفاصل بشكل عام دي حاجة ساينتيفيك جدا، حاجة علمية جدا. جميل. بنحقن ايه وبنحقن امتى؟ أيوة. دول السؤالين المهمين قوي، يعني امتى الخشونه هيدخلنا برضو في، عشان كده بقول لك هو توبيك كبير قوي يعني كل حاجه فيها. الخشونه درجات، يعني احنا مقسمينها بشكل اساسي لاربع درجات. الدرجات الاوليه الاولى والثانيه دي اللي بشكل اساسي ممكن تستفيد جدا من الحقن. الحقن بقى عباره عن ايه؟ في اكتر من ماتيريال بتتحقن. ماتيريال الهيالورونيك اسيد دي حاجه زي الجيلي بيبقى فيها نيوتريشن للمفصل، ويبقى فيها لوبريكانت حاجه زي ملين للمفصل او بتسهل حركه المفصل، وفي نفس الوقت بيبقى فيها حاجه بتقلل البين، بتقلل الوجع اللي موجود نتيجه الخشونه اللي موجوده دي، لها انديكيشن بتاعها. اما تتحقن بالشكل في الوقت المناسب وبالشكل المناسب العيان بيستفيد منها. في عيان بيحقنوا وما بيستفيدوش، وارد جدا، لان هي برضو فيها جزء انديفيديوال ريسبونس، استجابه شخصيه من كل عيان للتاني، كل جسم له يعني مش معنى ان هو ما استفادش مثلا بيها ان هو عنده مشكله اكبر او كده، لا ممكن يكون هو ما استفادش بالعلاج ده. بالظبط كده، صح، بالظبط كده.